خبر معانا عن صوره خبر اتنشر بصوره كبيره جدا 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 على مواقع السوشيال ميديا لمسنه يابانيه هي عاشقه للتصوير، قدرت انها تجذب ملايين المتابعين ليها بسبب صورها الطريفه والمرحه اللي بتنشرها عبر حسابها. هي تبلغ من العمر 89 عام، رغم سنها ده الا ان هو لم يمنعها من ممارسه هوايتها المفضله والتصوير بوضعيات مختلفه وطريفه وجذب الانتباه اليها من مختلف دول العالم. نشرت مجموعه مبهره من الصور مؤخرا وقالت في تصريح ليها انها بتنام وجنبها الكاميرا الشخصيه بتاعتها من كتر حبها الشديد وتعلقها بيها وبالتصوير اللي بتعتبره مصدر لسعادتها. دي ثقافة غايبة خالص عننا نهائي، ان احنا نعمل الحاجة اللي بنحبها جدا 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 في اي سن، وان احنا ما نعتبرش ان احنا خلاص كبرنا العيال وجوزنا العيال وقاعدين بنستمتع مع الاحفاد وتبقى كده خلاص هي حياتنا انتهت. عشنا حياتنا كلها بنشتغل وبنربي وعملنا كل واجباتنا على اكمل وجه، اصبح ده على فكرة الوقت بقى بتاعنا اللي احنا عايزينه. ايه اللي ضاع من عمرنا ما عملناهوش؟ ايه اللي كان نفسنا نعمله وما كانش عندنا الوقت؟ هو ده على فكرة الوقت اللي المفروض نعمل فيه ونتعلم فيه وما نتكسفش خالص من اي حاجة. هواية ركناها على الرف عشان ما كانش عندنا الوقت، دراسة كان طول عمرنا نفسنا ان احنا ندرسها ولكن برضو ما كانش الشغل والدنيا والحياة خدتنا. كان في فيلم مؤخرا يمكن لروبرت دينيرو لو فاكرينه، عن ان هو بروجرام وكانت مش فاكره الممثله اسمها ايه، المهم يعني ان هو ان هي عندها بيزنس وان فرضوا عليها نوع من انواع حاجه جديده كده، ان هي تجيب المسنين او الناس اللي دخلت خلاص على المعاش ان هم يكونوا موجودين يشتغلوا معاها. وراك الفيلم، اعتقد اسمه ذا انترشيب او اعتقد مش فاكره الحقيقه، وراك الفيلم قد ايه انك انت ممكن تستعين بالناس الكبيره في السن وان هي خبرتها في الحياه خبره متنوعه جدا هتضيف بشكل ثري جدا لتجربتي انا وللتفكير المبتكر بتاع الشباب ولكل حاجه جديده احنا الشباب بيقدمها للمجتمع. وان هو الراجل او خلال الفيلم بيستعرض هذه المساله، يمكن مختلف في سن ان هو ما كانش يمكن بيعمل هوايته، لكن هي الفكره ان هو لسه قادر على العطاء ولسه عايز يدي ولسه عايز هيتعلم حاجة جديدة. وإن الراجل الكبير في السن ده مش مكسوف إن هو يقعد على مكتب يتعلم من أول وجديد حاجة ما كانش يعرفها قبل كده. يمكن صغيرين في السن وتلاقيهم داخلين معتدين بنفسهم ومستكبرين إن هم يتعلموا. فحقيقي إحنا غايبة خالص عننا الثقافة دي، وإحنا بنحب دايما خلال البرنامج على فكرة عندنا إن إحنا نلقي الضوء على النماذج دي بذات الستات، لان الست عاده هي اللي حياتها بتعدي اوام هوا قصادها وما بتلحقش تعمل فيها حاجه، وتيجي عند سن معينه وتكتشف ان وضاع العمر يا ولدي. لا احنا بقى بنقول لها ان العمر ما ضاعش ولا حاجه، وان في اي وقت وفي اي زمن وفي اي سن انت لسه عندك وقت انك تتعلمي وتاخدي بالك من نفسك وتبسطي كمان روحك.